ايوه ايه وين صرت؟ الو اكشوع وعو اكشوع وعو ما عم بفهم انا قلت لي نص ساعه بدك ماكسيموم تيجي تكون هون فاكسن طلع في يعني ليك اذا بتيجي لهون اكثر من ربع ساعه معك ربع ساعه ما راح يجي الزلمه وعندي هلا المقابله يلا خلص عو 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 إيه. بس عذرا يعني مين فاكسن؟ فاكسن كلبي حبيبي ولو معروف هيدا يعني كل الصحافي صاروا بيعرفوا عنه لفاكسن. مزبوط بس هلا معجوع عم بيجيب اغراض ومدري شو حرام بهاليومين ما عم بيسترجع ناقصي علي كثير لانه بهاليومين كان مشغول راسه وعنده هالشغله بديناي في مثل وزي هيك طني لم يحضر هيدول المباريات المونديال هيك زمامير طلعت بالاخر هيدا الفوفوزيل لا مدري شو اسمه انبسط كثير كيف يا حرام شو انبسط صار ينطني طعو يعو كذا. المهم هلا يمكن يجي هيدا شو اسمه الحكيم البيطري يلي كان عم بيعالجه وعازمه قال له تعال ناخذ هيك مثل قلت له حرام يعني بينبسط وهيك بيتسلى لا فيلا ساعة اللي بديك انا جاهز. نعم اهلا وسهلا فيك استاذ فوزي بولوزي الفنان المشهور العظيم بمناسبة المونديال. حضرتك اعطيتنا الحق الحصري بهالمقابلة. اي نعم. فطبعا يعني شايفينك اول سؤال بدنا نقول انه حضرتك مع مين بالمونديال؟ انا قلت رح تسألي هالسؤال واضحة يعني ولا اوضح من هيك تفرجي ممكن تعرفي دغري على السريع مع مين الفنان فوزي بولوزي. واضحة كيف يعني ما انك حاطت كاسكات المانيا حاطت جزائر برازيل ارجنتين مشترك علم مش حاطه. الواضحة يا اختي انه الفنان فوزي بولوزي مع الواقف مع الجميع مع الكل ليك عندي جمهوري حبيبي من كل الأطراف ما بدي أنا أن يكون مع حدا ضد حدا بالعكس أنا لما يربحوا الألمان بشكل العالم الألماني نعم. لما يربحوا البرازيلي بشكل البرازيلي لما يربح التلياني بشكل ولما يربح ماليزي حتى لو مش مشاركي بشكل لما يربح تايوان بشكل يعني ما عندي مشكلة ليش لأنه بدي أنه جمهوري يضل يحب الفنان فوزي بولوزي من كل المستويات والفئات. نعم طيب شو جديدك الفنان فوزي بولوزي؟ ليكي الفنان فوزي بولوزي ما عنده لا جديد ولا مستعمل ولا قديم. المهم أنه عندي هلا أغنية للمونديال رح تعمل قصة بالمجلس الأمن عشوية هالأغنية هلا بسمعك إياها. نعم خبرك قصتها بالآخر ولكن ليكي كلماتها شو حلو بتقول أنا جربت أطلقها هلا بتقول بدي فوت جولي فيكي. نعم اول شيء ما عرفتك على الدفاف الرسمي كيف الراعي الرسمي هو الدفاف الرسمي للفنان فوزي بولوزي يغمرني من الاهلا وسهلا فيك هلا رح يرافقني انا رح قلك اول شيء كلماتها بتقول بدي فوت جولي فيكي وشباكك مش رح تكفيكي حطي على جولك متراس تتعلمي تكبري راس وما تردي لما احكيكي الله يلا بدي فوت جولي فيكي وشباكك مش راح تكفيكي بدي فوت جولي فيكي وشباكك مش راح تكفيكي حطي على جولك متراس تتعلمي تكبري راس حطي على جولك متراس تتعلمي تكبري راس وما تردي لما احكيك بدي اعمل سوي فيك لا هلا رح اقلها الكوبليات بعدين ترجع سمعي ليك الكوبليه شو بيقول لما تسللتي على تختي امنت لك مثل اختي لما تسللتي على تختي امنت لك مثل اختي شوطاتك ملعوبة وخطرة وفولاتك بطاقة صفرة شوطاتك ملعوبة وخطرة فولاتك بطاقة صفرة خليني شوطك بينالتي حلوة كنت عشوية عملتها تعتي بدي فوت جولي فيكي وشباكك مش رح تكفيكي حطي عجولك متراس تتعلمي كبري راس حطي عجولك الله يا سلام تتعلمي كبري راس وما تردي لما احكيك بدي اعمل صوت فيك
حلو مالك خود ركزي شوي ما بدنا انه نجلق كثير. نعم تفضل. بس استاذ فوزي بلوزي كاني سامعه هيدا اللحن انا مثل لحن تقريبا شوي بدي جيب عليك ضر للموسيقار محمد بركات. مطروق هيدا اللحن؟ لا لا مش مطروق يا اختي. لا 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 مطروق مطروق. اذا هو الفنان شخصيا نسي من قاموس وانت على شو عم بتذكري فيه وبترجع بتقولي لي مطروق؟ لا مش مطروق. لا مطروق استاذ فوزي لانه هيدا مش مطروق. مطروق ومعروف كمان مطرق كف. هلا عن جد مطرق كف قدام المشاهدين. ما توخزيني ما تقولي مطروق لانه الفنان فوزي بلوزي بيعرف شو عم بيحكي. بعدين هيدي الاغنيه كانت عنت ازمه بمجلس الامن وبالفيفا. ليش؟ لانه في هدول الفنانتين ما توخزيني مع احترامي للجميع عملوا اغاني للمونديال وانبسطوا فيه. عم تحكي عن الفنانه نانسي عجرم ورولا سعد؟ نعم بس ما بدي اسميها هون. ما بدي اسميها ما بدي. ليش؟ احسن نفوت بمتاهات فراحوا دفعوا لهم الشيء الفلاني علما انه الفنان فوزي بلوزي راح اتبكبك على بابهم بتراب المصاري جربت بيعهم للاغنيه. ما كانوا يقبلوا يسكروا خط بوجهي. ليش؟ ما حد في اشي سياسي فايت على الخط ما بقول لك. ولكن المال السياسي تدخل، المال الرياضي تدخل. ولكن انا بال2014 ان الله راد بدي ارجع اروح. ولو بيترجوني ما راح اعطيهم اياها. بدي اقول لهم روحوا خيطوا بغير هاي المسلي وانا مش ساعه بدكم تجوا لعندي. المهم هلا بنزلها بسوق ونكسر فيها الارض. مزبوط الف مبروك. يلا مع السلامه. بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله فريقك اللي بيربح ما بعرف اي واحد منهم. الله يخليك. انا كنت نقفل الاغنيه اعمل لك بس دف صغير هيك برططط. شكرا.